السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا وحبايبنا، أهلا بيكم في جولة جديدة. وجولتنا النهاردة في الوكالة زي ما انتم شايفين كده يوم الأحد، ومعانا أول حاجة معانا الصواني ديت الاستانلس والحلل والبطرمانات الإزاز. وملحوظة، البطرمانات الإزاز محدش يشتري إلا بيكون فيها كاوتشة، يتأكد إن غطا في الكاوتش، لأن مفهوش الكاوتش دوت ما يبقاش صالح للطعام، ممكن يبوظ الأكل. لكن احنا يفضل ان احنا نشتري بالكاوتش. والست ديت اللي هي بتاعت الاستانلس ساعات بتبقى قاعده وساعات ما بتبقاش قاعده. وهنا معانا حاجات اللي هي العنايه بالبشره والشعر وكل ما يخص التجميل، وعندهم صبغات للشعر، عندهم باليت وعندهم انواع تانية، في ب20 وفي ب30، ام 30 ممكن تاخديها ب25. وعلى فكره الصبغات دي كويسة زي بتاعت الصيدلية، بس العيب بس الكرتونة بتبقاش، الكرتونة تبقى يعني ايه مكرمشة شوية او فيها نفوهات بس، لكن هي كمنتج كويس يعني مش وحش، ما بتفرقهاش عن بتاعت الصيدلية، ان هي بتاعت الصيدلية بس دي ايه يعني فيها نفوهات، الكرتونة فيها نفوهات. ومعانا المعالق ديت، المعالق دي في 3 ب10، وفي المعلقة الكبيرة جميلة جدا، المعلقة الواحدة ب8 بس صراحة تستاهل، لأن هي مقاسها كبير وخامتها نظيفة جدا، شغل فنادق، وعندها 3 ب10 برضه. وهنا الكوتشيهات ديت ماركة أديداس، على فكرة الكوتشيهات دي تبقى غالية شوية عشان أديداس الأصلي. لما انتوا شايفين معانا كده الكوتشيهات، الماتيريال والخامة بتدل على نفسها. وفي كده طبعا كوتشيهات أرخص، في ب100 وفي ب120 وفي ب125 وفي ب350، كل حاجة هناك. الكوتشيهات بالذات كل كوتش على قد سعره، يعني كل على قد ماركته بيتحدد سعره. وهنا طبعا هنا أرخص، بجيب الأغلى وبجيب الأرخص، بجيب كل الأسعار. طبعا جولاتنا متميزة بالأسعار الرخيصة. وهنا الشنطة بتاعت المدرسة دي ب130 جنيه، حلوة على قد سعرها. في طبعا شنط أغلى بكتير، بس كل واحد ومقدرته، والوكالة يعني بتجمع كل الأسعار بكل الإمكانيات من الأدنى للأعلى. ولازلنا مكملين جولتنا، يا ريت ما تطلعوش بالفيديو عشان هشوفوا معايا حاجات كتيرة جدا بالفيديو ده، جولة شاملة، فياريت فضلا وليس امرا ما تطلعوش انك تستفيد من الفيديو. وهنا النظارات ديت في اشكال كتيرة منها، النظارات دي مش شعبي، هي عشان الشمس يعني عاملة فيها فمش جايبة الالوان بتاعتها، لكن هي في الحقيقة الوانتها احلى من كده بكتير جدا. وهنا بيبيع لعب الأطفال، وبرضه عنده شنط خروج، عنده زي ما انتوا شايفين كده الغزال كذا وكذا شكل تاني غير الغزلان، وعندهم شنط دي قبل ما تطلعوا على الكورنيش، المنطقة دي عند الكوبري قبل ما تخرجوا على الكورنيش من ناحية بتوع الستار والقماش، قبليهم دول قبليهم. وفي علب اطفال، لعب اطفال، في حاجات كتيرة. وفي سجاد اللي هو بتاع السجاد ده اللي واقف عند كوبري ابو العلا، عند الناس اللي هم بتوع المكياجات، هو واقف هناك بعد ذاك السماك على اخر الشارع. ناحية ايديكم الشمال كده ربنا يجعلنا من اهل اليمين طبعا، اللهم امين. وفي شنط تاني برضو المدارس، وفي علب اطفال، وهتشوفوا معايا الستاير وقماش التنجيد.
وهنا الكورسات دي ب50، ديت تبع عم رمضان اللي بتفرش من بره، لكن عم رمضان بيبقى المحل بتاعه جوه الشارع. وهنا الحاجات الفسكوز، العبايات الفسكوز دي حاجات جديدة، دي مش مستعملة. وعنده دريسات، وهنا طبعا عند ام عصام انتوا عارفينها، الصين والحاجات ديت. الستاير ديت، الستاير دي المتر ب50، الكاميرا جايباها ابيض لكن هي اوف وايت، شكلها جميل جدا في الحقيقه. مش بقول كده عشان بصور، لا شكلها الاوف وايت بتاعها اللي هو اللون اللي هو الزاهي اوي من الاوف وايت، يعني الفاتح منه ب50، اللي هو التوب اللي انتوا شفتوه ده بمتر ب50، لكن الستاير المتعلقه فيه ب30 وفيه ب40. الاسعار يعني رخيصة شوية في الستاير، لان انتوا عارفين طبعا ابو 50 دوت لو هتجيبوه من الازهر او من حتة تاني هيبقى سعره غالي اكتر من كده بكتير طبعا. والستاير اللي هي بتبقى متعلقة على الحيطة ديت بالطوب برضو بالمتر، برضو بتفي ب30 وفي ب40. القماش ده المتر ب40، وكان عندهم بيبقى فيه من الناحية التانية صورت قبل كده كان المتر حوالي ب25، جميل برضو. في انواع كتير قوي، اللي عاوز للركنيات واللي عاوز الاندريات والمراتب، كل حاجه عنده. حبايبي لو وصلتوا معايا لغايه كده ما تنسوناش باللايك والاشتراك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ويستفيد منه. وهنا الفوط دي الكيلو ب60 جنيه، الفوط دي بواقي الحاجات اللي هي التصدير والفنادق والحاجات دي. هي عامه هي جديده، الكيلو ب60 جنيه، ده بيبقى يعني بشكير كبير وممكن بيتقطع بيتقص زي ما انتوا عاوزين، مقاس اللي انتوا عاوزينه. وفي عنده برضو فوط صغيرة، وفي عنده بيضات اللي هي البيضات اللي هي القماشة الناعمة جدا اللي هي على قطن. اللي هي القماشة عاملة زي الدكرم الناعم قوي، عنده بيضات منها. البيضات دي ممكن تتقص وتتحط برضو على ركنة او انتريه، او تتحط زي ملاية كده على السرير، شكلها جميل قوي. القماشة بتاعتها تحفة عندهم. هنا عم رمضان وشنط بتاعت عم رمضان، هنا المحل ده في الشارع بعد ام عصام اللي هي بتبقى قاعدة بالصيني. وهتشوفوا معايا المفارش الهاند ميد هناك برضو. مش عايزة مليارة ب10.